الدراما النسائية، كنا بنتكلم على صيد العقارب وعودة الفنانة، يعني مش عودة، هي طبعا موجودة الفنانة غادة عبد الرازق، ولكن نقصد ان هو بقى لنا فترة ما شفناهاش في مسلسلات رمضان. ده حقيقي، لان هي ليها طلتها بصراحة، يعني بتسيب فراغ. المكانة دي بتاعت الست القوية، الست المتحكمة، الست المسيطرة، ده شوية ما بيبقاش عندنا في الدراما بشكل كبير. يعني الحقيقه هي تحس انها مكمله لمشوار ناديه الجندي، فان انت بتكتسبيها في الدراما ليها طعم وليها بصمه وليها روح. فالحقيقه يعني عايزه اعرف صيد العقارب ايه الحكايه، يعني مين فيهم اللي بيصيد التاني؟ اعتقد ان هي موضوع اجتماعي، في قصه مثيره للجدل، في ورث، في قصه كده. يعني تحبي نشوف البرومو؟ نشوف البرومو مع بعض ونرجع نكمل كلام. نشوف سبت شغلي كله مع العقارب، والحكاية دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ. لا تخيل بقى تدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية دي. عايزة انت الوضع على رجلك عشان تسامحك؟ انا مش هرحم حد. جاي شغال صراحة. أبو الحل يموت. احنا في حرب، طول ما احنا عايشين محدش هيهودنا هيتب بسبب بجلالة الله. ما ارحم حد فيكم. ولادي زي لغم الصحراء، اللي يلمسهم يتقطع حتت. بس ارحم الغريب، لو اروح حد ياسين ما هتكفيني عيلة الغول كلها. عودة غادة عبد الرازق، شايفة ازاي صيد العقارب؟ متحمسة لي جدا. فكرة الميكس ما بين الصعيدي واللهجة المصرية دي في مسلسل واحد، وعودة أحمد ماهر كمان، هذا النجم القدير الحقيقة. وطالع والد غادة عبد الرازق كان معانا النهاردة على التليفون. ياه، طب كويس، دي هي غشينا اهو حاجة. أيوة. فده معناها إن في ثراء في الحكاية، الميكس ده نادرا ما بنلاقيه. وهنا قمة النجوم، يعني أنا سعيدة كمان بأنه نجوم لهم هذه القيمة. يعني أحمد ماهر قيمة وقامة وخبرة وتنوع، وجوده برضو أنا بحب فكرة الأجيال الموجودة على الشاشة. هو ده المزج ده العظيم. لأن دايما كان عندنا مشكلة في فقر في كتابة الجراندات. الجراند ده بيبقى البابا والماما، بيبقوا الاثنين صباح الخير وتشربي ايه، ويعني تحس ان الاب والام وما لهمش ابعاد، مفيش حاجه. ما عندهمش مشكله، ما عندهمش موضوع. صح. ففكره ان انا اهتم بالادوار الثانويه تحديدا الجراندات او السن الكبير، ده بيدي ثراء وتقل للعمل بشكل غير طبيعي. صح. فشوفي هنا المبارزه بين اتنين، فتحس ان انت داخله على منافسه شرسه. ايوه، فمبسوطه بالاختلاف ده.